يقضي حجاج بيت الله الحرام يوم التروية في مشعر منى متبعين ومقتدين بسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. وكان حجاج اليمن قد توجهوا إلى مخيمات مشعر منى على متن 516 حافلة التي تقل أكثر من 24 ألف حاج من مساكنهم في مكة المكرمة. مشاعر يوم التروية في منى، نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يصلح بلادنا ويصلح أحوالنا جميعا ويصلح يمننا، إن شاء الله يكون عام الخير هذا. وحسب وزارة الأوقاف فقد تم نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وفقا لجدولة مزمنة أعدتها لجنة النقل والتصعيد في مكتب شؤون حجاج اليمن وبتسهيل وتنظيم سعودي. نحن في الميدان هنا بجانب حجاجنا للإشراف على عملية التصعيد إلى مشعر منى، وكل ذلك تم بتخطيط مسبق بالتنسيق مع اللجان المختصة، سواء في النقل، لجان النقل والتصعيد والتفويق والرقابة، فالكل يعمل على قدم وساق لسهولة تسهيل دخول الحجاج إلى مخيمات منى. وأكد وزير الأوقاف محمد شبيبة استكمال كافة الترتيبات المرافقة لحجاج بلادنا لأداء مناسكهم في المشاعر المقدسة. وسيبقى حجاج بيت الله في منى حتى بزوغ الشمس 9 من ذي الحجة قبل توجههم للوقوف بعرفة والعودة إلى مزدلفة لاستكمال أداء المناسك. هيل البكالي، قناة سهيل، من مكة المكرمة.